أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله كما هو أهله وكما يحب ربنا أن يحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعثني على الإيمان بك والتصديق برسولك عليه وآله السلام، والولاية لعلي بن أبي طالب، والبراءة من عدوه، والائتمام بالأئمة من آل محمد عليهم السلام، فإني قد رضيت بذلك يا رب. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد في المرسلين. اللهم أعط محمدا الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة. اللهم صل على محمد وآله، وقنعني بما رزقتني، وبارك لي فيما آتيتني، واحفظني في غيبتي وكل غائب هو لي يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أخوتي الأعزاء، وأنتم في دار الفناء وتنتظركم دار البقاء، فاعملوا في دار الفناء لدار البقاء، جزاكم الله خير جزاء المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين حمداً دائماً سرمداً لا ينقطع أبداً. اللهم صل على محمد وآله. اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك، وحالت بيني وبينك، وغيرت حالي عندك، فإني أسألك بنور وجهك الذي لا يطفأ، وبوجه محمد حبيبك المصطفى، وبوجه وليك علي المرتضى، وبحق أوليائك الذين انتجبتهم، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لي ما مضى من ذنوبي، وأن تعصمني فيما بقي من عمري. وأعوذ بك اللهم أن أعود في شيء من معاصيك. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد المصطفى، وعلي المرتضى، وفاطمة الزهراء، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين السجاد والباقر، والصادق والكاظم، والرضا والجواد، والهادي والعسكري، ومحمد المهدي روحي له الفداء. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم أنتم الناجون ما دمتم باقون على نهج محمد الصادر رضوان الله تعالى عليه، لأنه نهج محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين. فاتقوا الله في ذلك، وكونوا خير السائرين على نهجه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.